أول حاجة السلام عليكم، معكم دنيا بيلا وراجلي سموح متحسن. اليوم احنا فرحانين بزاف 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 حيت جينا باش ناخذوا العقد ديال الزواج ديالنا اللي كلش عارفنا احنا امتى تزوجنا، نهار 28 في شهر 2. وهادشي كان بالحضور ديالكم بطبيعة الحال، وشكرا لكم بزاف حيت جيتوا تشاركونا هاد الفرحة ديالنا. كنبغي نشكر شوف تي في بزاف بزاف بزاف، حيت من أول ما درت معنا انترفيو هي متابعة العلاقة ديالي بيني وبين إحساس، وحنا فرحانين بزاف حيت جينا ناخذوا العقد ديالنا. وانا فرحان بزاف حسن زون ناخذوا العقد ديالنا وتزوجنا وهادو درنا الحلال، وفرحانين بزاف دابا اللي غادي نجيو ناخذوا العقد ديالنا ياك دنيا. اييه بطبيعه الحال. اييه مازالنا حنا كنتسناو العقد ومازال ان شاء الله غادي ناخذوه. المهم دابا عندنا التوصيل ديال العقد، خد عندنا التوصيل وكنتسناو العقد. دابا الناس اللي تيقولوا حنا ما مزوجين تتسنتي لي العقد ديالنا واهان. ودابا حنا شوف حنا ماشي مشكل العقد، المهم حنا هذا هو العقد ديالنا، حنا غير العقد بغيناه وصافي. يعني بغينا حنا ديجا كنا مسافرين بغينا زعما نديوه معنا وصافي، يعني بلا ما نتسناو، راك عارف لا فهمتي، ديوه معنا وصافي. اما حنا اصلا هو عندنا العقد وصافي. عندي عدة أغاني، دابا عندي أغنية ديال ماشي غشيمة، دابا راني كندير لها البيبليسيتي باسكو حيت صافي مسجلة داير لها الفيديو كليب. فيديو كليب واعر واعر بزاف لي فغيمون، هو الصراحة شعبي، حيت هي أصلا أغنية شعبية ديال ماشي غشيمة. هي أغنية شعبية وتصورت في الحجر الصحي، والبارح كملت لها فاش داروا داك المهم فاش قالوا باللي اللي بغى يخرج هذا، كملت لها التصور ديالها وان شاء الله قريب غادي تخرج ان شاء الله. المهم صراحة أغنية زميلة زميلة بزاف صراحة، كنا أنا ودنيا دابا تقول لي المهم في الكليب زاف فوكاي بزاف، فوكاي وزميل بزاف بزاف بزاف. عفسي درنا أنا وياها الكليب، دابا هي كانت تنصور هادي وأنا باغي ندور عليها زينة وتي البخاف اليوم اللي كاين أخويا الفلاني راه دابا مشاو، كاين دابا العش ديال الحمام فهمتي، كاين العش ديال الحمام ودابا خصو دابا يطلع للسطيحه باش يصيب البارابور باش زعما انا نجي قبالته. اوعى تساتك غادي يجيب داك العش ديال الحمام وعمام بداو كيطيروا تما، واش جا مرض الحمام تي واحد الكليب غيطلع حمق حمق كيقول لي في الكليب راني باغي ننتحر. لا هادي كليب واعر، هاد الاغنيه صراحه شعبيه زوينه بزاف من كلمات الاستاذ عبد الحق خوضه، دابا اللي ولا غني على التعريف هو اللي مكلف لي بالكلمات ديالي، والالحان عزتين زناقي، والتوزيع شكل غلام، والمفاجاه الكبيره هو ان المونتاج غيكون ديال راجلي احساس وغيدخل معايا حتى هو في الكليب فهمتي. دابا حنا براتنا راكم جيتوا كنتسناو العقد ديالنا، مازال قال لك كاين شي مشكل. حنا انا ديجا يعني بحكم حنا الحمد لله يعني عندنا لي كليو هنايا، عندنا الناس كيعرفونا، دخلنا هضرنا مع القاضي التوثيق وهذا وهذا، قال لك المشكل كاين في داك سميتها التوثيق طابع فهمتي، مع كانت جات مع كورونا وحيت راه بزاف اللي كيكونوا مكلفين بالعقد، ماشي غير العدول ولا القاضي، راه بزاف فهمتي. الاخرين قال لك ما تسناو، احنا كنتسناو انا ماشي مشكل. لا ماشي قضيه ماشي قضيه تاغل ولا شي حاجه، بيان سور اصلا احنا ديجا. ودابا انا اللي دخلت شحال من داري تصور معايا وشحال من عادل تصور معايا ملي دخلت للمحكمه، شحال من عادل تصور معايا. مهما دخلنا احنا لهذا الدومين الا خصنا نحيدوا داك لي فان جاونا بطبيعه الحال، يعني لي فان داونا اي دري ولد راجل كما بغى يكون نوعه راه حنا غادي نتصوروا معاه عادي، ما كاينش هادي احساس هادي. ولكن كاينين لا تعجبونا، انا هادي مراتي وغيعجبني الحال. كاينين باب كاينين شي واحد شي وحده تبدا تقول لك احساس تا زوين، احساس تا غلاضيتي، احساس دنيا تلاص فيك، احساس درتي واحساس بعلتي توليتي زوين، هادي عندنا خلي دنيا. هذاك السي راه ما هذاك السي ما عرفهم تيضحكوا، هذاك السي حنا هذاك السي ما تنتسوقش لهم عادي زعما لي فان ديالنا مرحبا. شوف الصراحه هي الشهره ماشي ما كتبدلش الانسان، هي راه كتبدل الانسان، كيكون عايش واحد الحياه يعني ما مشهورش، ولكن ملي تيتشهر تتبدل حياته. يعني اصلا اي واحد يتمنى يكون في بلاصتنا، واش انت كتكون غادي غير من الحانوت كتلقى الناس باغيين يتصوروا معاك عاجبهم الحال، احساس دنيا احساس دنيا، يعني بلا شو غادي يعجبك الحال، وانما خصك تبقى في قمه التواضع ديالك حيت ما تواضع علي لا رفاح. هي الشهره زوينه خصك كيفاش تعرف تخدمها
فهمت هذه هي الشهرة. بحال دابا انا يعني فاش درت الشهرة رجعت خدمتها في الغنى الحمد لله. جايني عدات يعني من بعد كورونا جايني عدات اشارات، عدات مهرجانات، عدات حفلات، يعني عدات بزاف. بهذا الشيء كامل بزاف ديال الجمعيات حقوق النساء في حقوق المرأة، هذه اول يعني ما بغيتش نقول هذا بحيث مازال ما سينيت معاهم العقد، يعني هذه اول وحصريا على قناة شوف تي في جاني عرض ماشي هنا في الخارج فرنسا مع جمعية كبيرة ديال حقوق النساء، طلبوا مني انني نكون هناك ندير يعني غيديروا معايا جمعيه هناك رئيسه، انا نكون فيها رئيسه هنا في المغرب والتناسق ما بين المغرب وما بين فرنسا. جمعيات هذه حصريا على شو على شوف تي في، ويعني بزاف الحفلات بزاف ما غيكونوا عندي، والعرس ان شاء الله اللي غادي يكون بحضور الفنانه كبار غادي يكونوا في العرس ديالي ان شاء الله، غيكون انفو غيتلقوا. قال لك سمعت انا بلي قال لك وقيله في شهر واحد غادي يتلقوا العراسات على ما اظن، سمعت بلي هكا كانوا داروا المهم غادي يكون. حنا عندنا موجودين كل شيء، خصنا غير العرس، غير فوق غادي يقولوا العرس غادي يكون، شحال واحد غيكون بعدة حضور فنانة، نقافة أكبر نقافة قالت لي مرحبا وألف مرحبا، يعني ما هادشي أنا ما عنديش فيه المشكل. الإنسان اللي كيقول لك اللي ما كيبغيش دوني وإحساس، عندنا الناس حنا اللي كيبغيونا، ومن هادشي كامل أن الناس جايين من أوروبا غادي يجيو من أوروبا فاش تحل الحدود، من أوروبا غادي يجيو غيحضروا العرس ديالنا. من اوروبا جايين، وهادشي كامل غتشوفوه من عينيكم، حيت نتوما اول وحدين غادي تكونوا حاضرين، الصحافه هي اول وحده غادي تكون حاضره غتتابع العرس من ليله الحنه حتى ليله العرس، هادشي كامل غادي يكون.